بصوا عايزه اقول لكم بقى سر من اسرار الفطير، قال يعني انا خبره يعني. شايفين الطرف ده لازم كمان يبقى رقيق. هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. وانتوا بتشوفوا فيديو النهارده، فيديو النهارده مختلف شويه. طبعا زي ما انتوا شايفين انا طالعه لكم كده بستايل مختلف، علشان النهارده انا قررت ان انا اجرب تجربه كده، وهي ان انا اعمل فطير مشلتت بالزبده الفلاحي او بالزبده البلدي. يا رب يظبط. انا عملت الفطير مره واحده في حياتي وما ظبطش معايا، بس المره دي جايبه طريقه كده ويا رب تظبط يعني. بصوا يا جماعه، كل اللي هنحتاجه دقيق وشوية ملح وشوية سكر واكيد اكيد السمنة. بصوا يا جماعة، الكيس اللي انا هعمله ده هو كيلو، بس انا هعمل النص بس، فتقريبا هعمل نص كيلو، فهحط نص الكيس بس. هو غالبا النص كيلو بيعمل فطيرتين، فخلينا نجرب ونشوف. حط رشة ملح، قدهم رشة سكر، هقلبهم كده اوكي، وبعد كده احط عليهم مية. هي مية فترة عادية من الفلتر يعني. عايزة اقول لكم بقى سر من اسرار الفطير، قال يعني انا خبرة يعني، انه اهم حاجة يتعجن كويس جدا. يعني تفضلي تعجني فيه بتاع 10 دقايق مثلا كده، لحد ما العجينة تبقى لينة جدا. تجين مية تاني، انا هوريكم دلوقتي بس العجينة تبدأ تلم معايا، هوريكم الملمس بتاعها هيبقى عامل ازاي. انا اعرف واحدة عملت الفطير قدامي ونصحتني كام نصيحة، فهحاول اطبقهم النهاردة معاكم. بصوا هي كده العجينة اعتقد كويسة، بس محتاجة بقى تتعجن، فالمفروض ان بتقولي بتفضلي تعجني فيها 10 دقايق ولازم تفك من ايدي، متبقاش لازقة كده. سيبي ايدي بقى. نبدأ بقى نعمل كده. بصوا تلموها، تفضلوا تلموا وتعجنوا. I think يعني. بعد كده طبعا هي ما فيهاش خميره ولا حاجه، بس لازم برضو نسيبها تخمر، بمعنى اصح ان احنا نسيب العجينه ترتاح عشان تفرد معانا بسهوله. يا ريت اي حد خبره في الفطير يقول لنا ايه الطريقه الصح لو انا بعمل حاجه غلط يعني. بصوا نجيب صينيه كده، نجيب السمنه كوبايه شويه، ادهن كده الصينيه، بعد كده ابدأ اجيب العجينة دي اكورها كده كور صغيرة واحطها في الصينية كده، كور صغيرة صغيرة. اوريكم دلوقتي احنا بنعمل كده ليه. وبعد كده هنسيبهم مثلا شوية 10 دقايق مثلا، وبعد كده نرجع نبدأ نعمل الفطير اللي هي الطبقات بقى. اوكي، بعد ما سبناها بقى ترتاح، دلوقتي اول حاجة عشان نقدر نفردها لازم نحط تحتها سمنة مش دقيق. اوكي، يا رب تظبط، دي اهم حاجة، اهم جزئية يعني. بنحط، ناخد مثلا قطعة نفضل نفرد فيها كده، نفرد فيها، لازم تبقى رقيقة جدا كده. بعدت الكاميرا شوية عشان تقدروا تشوفوا، لازم نقعد نفردها وتبقى رقيقة، حتى الاطراف دي شايفين الطرف ده لازم كمان يبقى رقيق، ما يبقاش تخين ابدا. بعد كده نشد كده، بصوا نشدها نكبرها. بصوا نشدها كده بحيث ان احنا نكبرها، يعني نخليها رقيقة اكتر. كل ما خليناها رقيقة اكتر كل ما ده كان احسن بالنسبة فطيرة ان تطلع مورقة اكتر يعني. اوكي، بعد كده حط سمنة، وبعد كده نقفل عليها. اوكي، هي طبعا مش مفروضة معايا احسن حاجة، بس
نقدر نقول ان هي مش وحشة. اوكي ونحط سمنة برضو ونقفل. اوكي بعد كده نلمها خالص تبقى مدورة كده. اوكي بصوا نحط سمنة كده ونبدأ برضو نفرد. اوكي انا هوريكم بس بالراحة كده سريعة في الاول واحدة وبعد كده اعمل الباقيين بسرعة. هي بتتقطع معايا بس معلش يعني عشان انا مش خبرة قوي يعني. بعد كده نحط سمنة ونحط الاولى اللي احنا عملناها جوه ونقفل عليها. اوكي نقفل عليها كده ونحط سمنة ونقفل عليها. انا بعمل بزيت ده صحيح مش بسمنة. نقفل عليها ونعمل كمان دور ونحط دور جوه دور. نحط كل واحدة نعملها جوه الدور. اجيب بقى الصينية اللي انا هحط فيها ادهنها برضو زبدة من تحت واحط فيها الفطيرة واسيبها ترتاح شوية. هروح اعمل الفطيرة التانية وارجع لكم تكون الفطيرة الاولى ارتاحت واوريكم هعمل فيها ايه وندخلها الفرن. جبتها اهي هبدأ بقى افردها داير ما يدور الصينية زي ما انتم شايفين كده كده بالراحة افردها لحد ما تبقى مثلا قد الصينية. طبعا انا سخنت الفرن وانا بعمل الفطيرة التانية سخنت الفرن عشان يبقى جاهز على طول اول ما افرد دي اقوم مدخلاها الفرن على طول. اهي دلوقتي ادخلها الفرن على طول هعملها على درجة حرارة متوسطة واستنى مثلا هي بتاخدش وقت طويل قوي فممكن مثلا 10 دقايق ونشوف كده. بدأت تستوي اهي وبدأت تحمر من تحت. لما تحمر كويس من تحت هنبدأ نولع عليها من فوق ونسيبها تحمر من فوق ونحط بعد كده الفطيرة التانية. بصوا هي احمرت من تحت ففتحت عليها من فوق ومستنية تحمر. اول ما تحمر هشيلها على طول. طبعا انا عمالة ادعي يا رب ما يكسفنيش وتطلع فطيرة كويسة علشان احنا ده فطرنا بكرة. احنا اذا الفطير ده طلع مش كويس مش هنفطر وهيبقى شكلي وحش جدا قدام بابا وماما لو الفطير طلع مش حلو. يو 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 it's look like فطير يا جماعة it's look like فطير. استنى احطها. بصوا من تحت بصوا oh my god بصوا فطيرة فطيرة ولا كلمة بس يا رب الطعم بس هو اللي يطلع حلو. المهم التانية اهي هحطها بقى برضو هنا دلوقتي وهحطها في الفرن وتستوي وهوريكم بقى في الاخر. بصوا يا جماعة على الحلاوة والشقاوة مش ممكن شكله فطير فطير. يعني عايزة اقول لكم ان انا دقت الاولانية دي طلع طعمها تحفة تحفة بجد والله العظيم. بكرة الصبح كمان هصور لكم بقى لما نحط الفطار وكده الشكل هيبقى عامل ازاي وكمان ده وقتها البابا عجبته جدا وبابا ذوقه صعب جدا فان حاجة دي تعجبه دي حاجة يعني فظيعة. هغطي عليها علشان تفضل طرية والصبح بقى تبقى فريش.
صباح الخير. دلوقتي حطينا جبنه بقى، والنهارده تاني من الصبح. وبصوا الفطير سخنته في الفرن علشان يفضل طري زي ما هو. بصوا، وهنجيب بقى عسل ومربى والكلام ده كله. وخلينا بقى نشوف رأي الجماعة كلهم ايه. باركولي يا جماعة، الفطير الحمد لله عجب الناس كلها، وكلهم قالوا انه هو حلو. الحمد لله بجد طلع حلو قوي. خلوا بالكم بس ما ترفعوهوش قوي وما تتخنوهوش قوي، عشان لو تخين قوي ممكن يعجن، ولو رفيع قوي بينشف. بس هو الحمد لله طلع حلو قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زرار الجرس عشان تعرفوا تشوفوني تاني ويوصلكم كل حاجه انا بعملها. ما تنسوش كمان تروحوا دلوقتي بسرعه على الانستجرام تعملوا لي فولو علشان بنزل هناك ستوريز دايما. اشوفكم امتى؟ اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.